السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، حكينا عن الفيزا تبع الدعوة، فيزا الدعوة، دعوة شخص لألمانيا، إن كان الأب أو الأم أو الأخت أو الأخ أو الصديق أو حدا بدك تدعيه لألمانيا، تمام؟ حكينا عن هذا الموضوع، رح أحط لكم الفيديو بالوصف، رابط الفيديو بالوصف. وحكينا عن الفيزا شنغن، اللي بده يحصل على فيزا شنغن كمان رح أحط لكم الرابط بالوصف اللي حابب يشوف الموضوع. وكمان حكينا عن طريقة لم الشمل للأشخاص المتزوجين زواج الوكالة، تمام؟ كمان رح أحط لكم الرابط الفيديو بالوصف يمكنكم تشوفوه. اليوم رح نحكي عن فيزا العلاج الطبي، يعني اللي إن شاء الله الكل بيكون بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا، وإن شاء الله ربي بيشفي كل مريض يا رب. يعني اللي بحاجة علاج مثلا مو موجود ببلده، مثلا حدا مثلا مريض مرض صعب، تمام، او مرض خطير بعيد من هون بعيد من السامعين، وبده يطلع يتعالج علاج بألمانيا، تمام. فرح نحكي عن الفيزا تبع العلاج اليوم بهذا الفيديو، تمام. رح احكي لكم شو الاوراق المطلوبة وشو هي الشروط المطلوبة لهذا الموضوع. هلأ في ناس رح تسألني انه انا اذا وصلت على ألمانيا وخلص العلاج تبعي وبدي أقدم لجوء بألمانيا، هذا الشيء ممنوع بالفيزا الطبية، ممنوع. يعني اللي جاي على فيزا طبية ممنوع أنه بعد ما يخلص العلاج يقدم طلب لجوء. أنا عم أقولكم هذا الموضوع ليش؟ مشان يعني في ناس كتير بتسأل أنه طب إذا الواحد وصل بعد ما خلص العلاج وبدي أقدم لجوء بيحسن هذا الشيء؟ لا، بالقانون ما بيصير. اللي أخذ فيزا علاج طبي بألمانيا ما في هذا الشيء، ممنوع، تمام حبايبي. قبل ما نبلش، الله يخلي كل اللي عم يشوف فيديو جديد، اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن والناس تستفاد من المعلومات أكثر أكثر وأكثر، تمام. ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلا في حالات كتير الناس مثلا بتكون بحاجة لعلاج، تمام، والبلد اللي بيكون موجود فيها ما بيكون فيها أطباء مختصين بهذا الشيء، أو ما بيكون فيها أجهزة أو خدمات تخدم هذا الموضوع تبع العلاج، فبيضطر الواحد أنه يسافر لألمانيا لحتى يتعالج بهذا العلاج، تمام. هلا بالنسبة للأشياء المطلوبة لهذا الموضوع اللي حابب يحصل على فيزا العلاج الطبي بألمانيا، هلأ بإمكانك تطلع معك شخص واحد، تمام. يعني المريض اللي بده يطلع بإمكانه يصطحب معه بس مرافق واحد، تمام. هلأ شو الشيء المطلوب لتقديم الطلب لهي الفيزا؟ أول شغلة لازم اللي بيطلع يتعالج بألمانيا يتراسل، تمام، يتراسل مع مستشفى بألمانيا، يبعث لهم الصور اللي موجودة عنده أو التقارير تبع المرض اللي موجود عنده أو شو حالته يلي بده يتعالج فيها. فلازم أنه يتراسل مع مشفى بألمانيا لحتى المشفى تاخذ التقارير أو الصور مثلا، تمام، وتدرس الموضوع. وبالإضافة بعد الدراسة يبعثوا لكم تقرير انه قديش مدة العلاج وقديش تكاليف العلاج، تمام. فاول شغلة لازم نعملها ندور على مستشفى نتراسل معها انه يقبلوا استقبال المريض مشان العلاج بهذا الموضوع، تمام. بالاضافة مشان ينطلب من المستشفى قرار انه هذا الشخص جاي يتعالج بهي المشفى مشان يحصل على فيزة علاج طبي، تمام. وبالإضافة مشان يعرف قديش تكاليف العلاج اللي بده يطلع يتعالجه، تمام. هي واحد. اثنين، بعد ما المستشفى تقرر وتعرف شو الحالة اللي بتجي تتعالج عندها بيبعتولكن تكاليف العلاج. بس يبعتولكن تكاليف العلاج لازم يندفع من تكاليف العلاج 75%، تمام. يعني مثلا العلاج 1000 بده يندفع منه 750 يورو مثلا، عم اعطي مثال احنا، تمام. ف
فلازم يتحول 75% من قيمة العلاج يلي بدها تكلفك بألمانيا. تمام؟ طبعا كيف هلا حيقولوا لي كيف الطريقة؟ هاي الطريقة بعد ما تتواصلوا مع المشفى، المشفى تبعت لكم التقارير، تبعت لكم انه نحن المشفى بتقبل هذا الموضوع، وبالإضافة مدة العلاج كذا وكذا، تكاليف العلاج كذا وكذا. تمام؟ فبيقولوا لكم هن انه اذا موافقين بعتونا الرد مشان نبعت لكم نحن رقم حساب البنك تبعنا مشان تحولوا المصاري على الحساب اللي هو 75% من تكاليف العلاج. تمام؟ هلا بعد ما يتحول المبلغ اللي هو بقيمة 75%، هون بقى المشفى بتعطيكم الموافقة انه تروحوا تقدموا على فيزا علاج طبي بالسفارة. تمام؟ هلا بعد ما تحصلوا على الموافقة من المشفى، بتقدموا بقى هون طلب على السفارة، بتقولوا نحنا بدنا موعد مشان ناخد فيزا علاج. تمام؟ السفارة بعد ما تبعت لكم الرد بتعطيكم موعد. انتو شو لازم تجهزوا بقى هلا هون؟ اول شغلة لازم تجهزوا الاوراق والقرار يلي اجاكم من المشفى، اوراق العلاج كلها والمراسلات اللي راسلتوها للمستشفى، بالاضافة لكشف حساب بالشي اللي دفعتوه انتو 75% من قيمة العلاج، بالاضافة لقرار المشفى انه انتو توافقوا على هذا الموضوع. تمام؟ هي واحد، يعني هو اثبات هدف الفيزا اللي هو التقارير والموافقة من المشفى. تمام؟ عنا خمسة، لازم كمان يكون عندكم إثبات بتغطية تكاليف الإقامة بألمانيا، أي غير العلاج. تمام؟ يعني اللي بيطلع يتعالج لازم كمان يكون عنده إثبات بتكاليف الإقامة بألمانيا. يعني الشخص بيطلع بألمانيا شهر 2-3-10 يلي هو، لازم يثبت له أنه هو قادر أنه يقعد بألمانيا ويصرف على حاله بهي الفترة هاي. كيف بدي يعمل هذا الموضوع؟ بإمكانه يقدم لهم كشوفة حساب بالبنك، إنه هو عنده رصيد بالبنك وقادر إنه يصرف بفترة إقامته بألمانيا. تمام؟ رقم ستة، لازم يتقدموا كمان إثبات بمغادرة ألمانيا بعد انتهاء العلاج. تمام؟ وفيزة العلاج الطبي ما بتتمدد مقابل التمديد. يعني انتو المشفى مثلا عطتكم انه مدة العلاج حتكون لنفترض 5 شهور. تمام؟ بتقدموا انتو التقرير للسفارة، السفارة بتطلعوا انه مدة العلاج 5 شهور. تمام؟ بعد 5 شهور بينتهى العلاج. اذا اضطر الامر انه تتمدد الفيزا ويتمدد العلاج ما خلص خلال 5 شهور، بتاخدوا بتردوا ورقة تانية من المستشفى انه هذا العلاج لسه ما كفانا الوقت، لسه بدنا وقت تاني. فبتاخدوا ورقة من المشفى بتروحوا بتقدموها على مكتب الأوسلندر بهذا. تمام؟ اللي هو مكتب الأجانب بالمدينة اللي انتو عم تتعالجوا فيها، تقولوا لهم احنا كنا جايين علاج والعلاج ما خلص خلال 5 شهور، احنا بحاجة انه تمديد هاي الفترة لانه لسه في فترة علاج. فبتاخدوا بتحصلوا على التمديد. تمام؟ فهون إثبات المغادرة، أنتوا المدة اللي حتاخدوها بس تنتهي فورا بتكون تغادروا الموضوع. هل هتقولوا لي إنه كيف هيعرفوا إن إحنا خلصنا علاج؟ في بيكون مكتوب بالتقرير إنه مدة العلاج مثلا كذا وكذا وكذا. هن بقى شو بيساووا؟ بيبعتوا أو هو السفارة بيبعتوا إيميل، بيتراسلوا مع المستشفى بيقولون بس خلصت فترة علاج هذا الشخص، تبعتوا لنا إيميل إنه خلصت الفترة هو غادر المشفى. تمام؟ أو لازم يغادر المشفى. فبيكون في تواصل بيناتهم بهذا الموضوع. اتفقنا. عنا الشغلة السابعة اللي هو التأمين الصحي. لازم يكون في عندكم تأمين صحي، إن كان المريض وإن كان المرافق، أنتوا الاثنين لازم يكون في عندكم تأمين صحي. هلأ بالنسبة للتأمين الصحي أنا ذكرته بالفيديو تبع فيزا شنغن، هو نفسه، بس أنا رح أرجع هلأ أذكر لكم يا مرة تانية. أنا عم بحكي عن الفيزا الطبية هلأ، فمشان تكون معلومات كلها كاملة بهذا الفيديو. تمام؟ بالنسبة للتأمين الصحي مثل ما حكيت لكم، بأي بلد أنتم موجودين فيها في شركات تأمين صحي، فبإمكانكم تروحوا على شركة تأمين وتقولوا لهم أنه نحن بحاجة تأمين صحي دولي. تمام؟ تأمين صحي دولي بيغطي تكاليف لغاية 30,000 يورو.
تمام. هلا انتم حتقولوا لي كيف يعني هذا شيء خيالي؟ لا مو خيالي، بشركات التامين موجود هذا الشيء. نحن عندنا شركات التامين هون، بفوت الواحد بي 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 بيعمل تامين تمام، بدفع بالشهر مثلا 30 ولا 35 يورو، وبيتضمن التامين تكاليف لغايه 100 مليون يورو مثلا تمام. ففي هذا الشيء موجود، فبتروحوا على شركة تأمين تقولوا احنا بحاجة تأمين صحي دولي، انه احنا مسافرين على ألمانيا مشان اذا لا سمح الله صار مع حدا حادث، صار معه قصة بده يتعالج بده كذا تمام، تستخدموا هذا التأمين الصحي. هذا لازم يتساوى كمان تمام حبايبي. هلا انا ذكرت لكم كل الشغلات اللي مطلوبة بالنسبة للفيزا، العلاج الطبي بألمانيا، هاي الشروط هلأ صارت عنكم، وهي الشغلات اللي مطلوبة صارت عنكم. إن شاء الله أكون فدتكم بالفيديو، إن شاء الله أكون فدتكم بالمعلومات، وأتمنى إن شاء الله ربي ما بيصيب أي حدا بأي مكروه بإذن الله، وإن شاء الله ربي بيشفي كل مريض وبيعافي كل مريض مبتلى بإذن رب العالمين يا رب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو، بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.